مرات هني جبل حفيد في أوقات العصر الناس اللي ساكنين هني يستغربون واحد شال بساط وشال شنطة وشال جواتي ولابس لبس غريب وساير بين الجبال على العصر. تعرفون انتو الجو عندنا حار، خاصة الحصر يكون وايد حار، فنختار وقت العصر فيستغربون يعني شو السبب هذا، شو جايبنا. فشي اللي جايبني هو تسلق صخرة مكسورة من الجبل نفسه أو طايحة في مكان معين. هي صخرة نروحها فنحاول نتسلقها بأسلوب معين يسمونه البولدرينج. فلعبة جدا غريبة، هي عبارة عن تسلق صخرة، فلعبة جدا غريبة، الناس وايد تستغرب من هذا الشيء، بس أنا أحس بمتعة جدا شديدة. صح إن أنا في نفس المكان ما غير مكاني، لكن تحس بمتعة جدا كبيرة، شيء غريب يعني، شيء ما أدري كيف أقدر أعبر لك عن شعوري وأنا أحاول أتسلق، أحاول أمسك صخرة، أحاول أوزع وزني، أحاول أثبت رجولي في مكان معين. الصخور هاي تبدأ تتكسر، خاصة إن جبل حفيد لايمستون، والناس تبدأ تطالعك بنظرة غريبة، شو يسوي هذا جاي ببساطة وداخل بين الجبال يبي يسوي رياضة. لكن هي رياضة جدا جميلة وجديدة علينا هنا في مجتمع الإمارات، لكن لعبة جدا ممتعة، وأنا أنصح الجميع يعني يرتاد الجبال ويسوي هالرياضة الممتعة، لكن مو بخطرة. تشوفها يمكن خطر، يمكن تطيح ولا شيء، لكن مع البساط مع السيفتي مع التكنيك المعين تحصل كثير من الفيديوهات في اليوتيوب ممكن تشرح لك. فهذه رياضة جدا جميلة وأنصح الجميع يسوي هالرياضة.